في عالم جليل ألف كتاب عن بعض المواد أو بعض الأعشاب التي تصنف مع التوابل، وبحث في القرآن الكريم فوجد ثلاثة أنواع من التوابل وردت في القرآن الكريم. أولها الزنجبيل في قوله تعالى: ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً. والشيء الثاني الذي ورد هو المسك، قال تعالى: ختامه مسك. والشيء الثالث هو الكافور: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. أما الزنجبيل الحقيقة كتب عنه الأطباء الأقدمون وكتب عنه الأطباء المحدثون. فالأقدمون ماذا قالوا؟ قال: الزنجبيل مسخن للجسم، معين على الهضم، ملين للبطن، مطهر ومقوٍ. ينفع الزنجبيل في التهاب الحنجرة، ويعالج الرشحة، ومسكن قوي لالتهاب المفاصل، ومسكن قوي للمغص المعوي، ومضاد للغثيان، وخلاصته المائية دواء جيد لأمراض العين. ورد هذا في الكتب القديمة، ولكن الشيء المدهش والذي لا يصدق ما ورد عن الزنجبيل في الكتب الحديثة. صديق لي طبيب اطلع على سبعة موضوعات رصينة في مجلات علمية تابعة لجامعات كبيرة، سبعة موضوعات رصينة قرأها في مجلات علمية تابعة لجامعات محترمة. الشيء الذي لا يصدق أن أدوية القلب مجتمعة في الزنجبيل، فقالوا: الزنجبيل منعش للقلب، يعني مقوٍ لعضلة القلب. في دواء اسمه ديكوكسين، الزنجبيل فعله في الجسم كفعل هذا الدواء. والزنجبيل موسع للأوعية والشرايين. أي إنسان يصاب بأزمات، باحتشاء، بجلطات، يعطوه دواء موسع. الزنجبيل مضاد للجلطات. الجلطة تجتمع الكريات الحمراء مع بعضها فتشكل جلطة، فإذا دخلت إلى وعاء في الدماغ كان الشلل والسكتة الدماغية، في مكان العمى، في مكان فقد الذاكرة. الزنجبيل مميع للدم، مقوٍ للقلب، موسع للشرايين، مميع للقلب، يفيد في أمراض الجلطات الدماغية والقلبية وخثرات الأطراف. الزنجبيل يخفض ارتفاع ضغط الدم. أدوية القلب مجتمعة في هذه المادة الزنجبيل. الزنجبيل خافض للكوليسترول. أيها الإخوة، قرأت مرة كتاب عنوانه الغذاء للدواء، وأفضل دواء ما كان غذاء، وأفضل غذاء ما كان دواء. نحن لا ننتبه لهذه المواد التي حولنا. أحد الأطباء يقول: كل كل شيء، لأن كل شيء يغطي في جسمك شيئاً. هلأ في أطعمة ترمم الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي، في أطعمة تعد غذاءً لخلايا الدماغ،
لو أتيح لأحدكم أن يقرأ بعض الكتب المتعلقة بخصائص المواد الغذائية يعالج نفسه بالغذاء. في كتب مترجمة مشهورة جداً، الغذاء يصنع المعجزات، ويمكن أن تعالج نفسك معالجة هادئة ولطيفة عن طريق الغذاء. فهذا الطبيب قال كل شيء، لأن كل شيء في الغذاء يغطي شيئا في الجسم. في غذاء يغطي خلايا الدماغ، فهذا الزنجبيل كما ورد قبل قليل موسع للشرايين والأوردة، مقوي لعضلة القلب، خافض للكوليسترول، خافض للضغط، مميع للدم، ثم إنه يؤثر تأثيراً إيجابياً في الشفاء من التهاب المفاصل، فهذا من عجائب خلق الله عز وجل. فهذا الطبيب يقول كل شيء، لأنه كل شيء يغطي شيء، وكل باعتدال اثنين، وابذل جهداً ثلاثة، وابتعد عن الشدة النفسية، هي صعبة بس هلأ الآن. كل شيء، كل باعتدال، ابذل جهداً، ابتعد عن الشدة النفسية، لأن الشدة النفسية قاتلة. 38 ألف إنسان دخلوا في بلد عربي إسلامي إلى المستشفيات العام الماضي عقب انهيار البورصة. الآن في انتحارات، الآن العالم بأحدث إحصاء فقد 25 تريليون، تريليون ألف مليار، معظم أهل الأرض خسروا نصف أموالهم في البورصة، وأكبر بنك عمره 150 عام ويتقاضى أعلى فائدة. لماذا؟ لأن هذا البنك يشتري الديون، والدين في الإسلام لا يباع. عظمة هذا الدين، الدين في الإسلام لا يباع. هذا البنك من أفلس على 700 مليار أفلس، لأنه يشتري الديون، والديون توقف أصحابها عن الدفع بعد انهيار الأسواق المالية الغربية. فيا أيها الإخوة الكرام، تمسكوا بهذا الدين العظيم، إنه منهج الله عز وجل، منهج خالق السماوات والأرض. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، والحمد لله رب العالمين.